السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة جاية لكم بوصفتين حلوين جدا للبشرة، وصفة للجسم ككل ووصفة للوش بس. اولا طالبة من كل اللي بيشوف الفيديو يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ويذكر ربنا سبحانه وتعالى في الكومنتات، وتبقى صدقة جارية ليا وليكم، وتبقى نكسب حسنات مع بعض. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول وصفة للوش، البشرة بتاعت الوش. الوصفة دي هتنعم الوش كده وتخلي نفس بشرة البيبيهات، يعني بعد ما تعمليها كده وتلمسي وشك هتحسي ان جلدك ده طري، وتحسي بانتعاش، وتحسي يعني احساس حلو قوي ان بشرتك طرية وجميلة وناعمة. اول حاجة، المكونات الأساسية في وصفتنا النهاردة مية الورد والخميرة. خميرة بقى اللي هي العادية، خميرة فورية، مش هتفرق يعني أي نوع. تجيبي الخميرة وبتحطي عليها مية الورد وتقلبيهم مع بعض لحد ما تعملي يتخلطوا كده مع بعض ويبقوا عاملين زي الكريم أو العجينة كده، بس مش تقيلة قوي، متبقاش تقيلة قوي، تبقى شوية مرنة بحيث ان انت تقدري تفرديها على وشك، وبحيث ان هي تنشف بسرعة. هتفرديها على وشك وتسيبيها لحد ما تنشف خالص وتحس ان وشك ده تشد بطريقة جامدة. هتفركيها بحركات دائرية في وشك، تقعدي تفركي في وشك بحركات دائرية دائرية كده لحد ما هتنزلي الماسك كله اللي انت عاملاه، الخميرة كلها. وبعد كده هتشطفي وشك بمية فترة، ولا سخنة ولا ساقعة، مية فترة كده تغسلي وشك من غير غسول، من غير صابون، من غير اي حاجة، تغسلي وشك بمية بس كده، وتنشفي وشك طبعا بحركة طبطبة كده، مش مسح، حركة طبطبة كده. وشوفي بقى بشرتك هتبقى عاملة ازاي. وبعد ما تخلصي الماسك دوت او القناع اللي هتعمليه بالخميرة والمية الورد، ممكن تحطي مرطب على بشرتك كده، هتحسي بملمس جميل جدا، وهتحسي بقد ايه بشرتك ناعمه، وقد ايه هتحسي ان بشرتك عامله زي بشره البيبي الصغير. هتبسطك قوي النتيجه ان شاء الله. تاني وصفه بقى هي للجسم كله، هو عباره عن سكراب اللي هو صنفره للجسم. المكونات الاساسيه في وصفتنا النهارده بتاعت السكراب بتاع الجسم، هنجيب معلقتين بن، ومعلقة سكر، معلقتين كبار بن، معلقة سكر، ومعلقة زيت زيتون. الكمية ديت نورمال، يعني ان انت دي الكمية العادية، لكن انت شوفي برضو انت عايزة تعملي كمية اكبر كمية اقل، جسمك هيستهلك قد ايه. نجيب معلقتين البن ومعلقة السكر نحطهم على بعض، وبنضيف عليهم معلقة زيت الزيتون، ونخلطهم على بعض لحد برضو ما يبقوا خليط كده مع بعض، وتحسي ان هم اتجانسوا خلاص. وانت بتاخدي الشاور بتاعك كده، قبل ما تاخدي الشاور بتاخدي الخليط وبتدعكي جسمك بحركات دائرية برضو عشان تزيل الجلد الميت. هتحس برضو بنعومة، والوصفة دي حلوة جدا جدا جدا. الوصفة دي يعني هتعجبك جدا قبل ما تعملي اي عملية لازالة الشعر. هتشيل الجلد الميت، اي حاجة طلعة تحت الجلد، جلد الوزة، اي حاجة مش حلوة في جلدك هتتشال، بس بحركات دائرية خفيفة، يعني ما تقليش على ايدك قوي عشان جسمك ما يتجرحش. دي بتعتبر زي صنفرة كده، هتعجبك جدا، وهتخلي جسمك حلو كده وناعم، وهتحبي ملمسه قوي. وبعد كده تعملي عملية الإزالة، تعملي عملية الطرد، يعني لو مفيش عملية إزالة ترطبي جسمك عادي بالكريم اللي انت متعودة ترطبي جسمك بيه، وشوفي النتيجة بقى هتبقى عاملة ازاي. واخيرا طلبة من كل اللي شاف الفيديو وعجبه يضغط لايك وشير،
يا ريت اللي لسه ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس عشان يصله كل جديد بنزله، ويا ريت تدعموني اكتر عشان اقدر انزل لكم حاجات اكتر ونستفاد كلنا مع بعض. شكرا، السلام عليكم.